دلوقتي بعد موجز لاهم الاخبار مع ليندا اتفضلي ليندا شكرا شاذلي الثامنه بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصرية اهلا بكم اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خصوصيه العلاقات المصريه الاماراتيه الممتده عبر عقود منذ عهد الشيخ زايد ال نهيان جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجيه الاماراتيه عبد الله بن زايد ال نهيان وثمن الرئيس السيسي خلال اللقاء مواقف الامارات الداعمه لمصر في العديد من المحطات التاريخيه المفصليه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان وزير خارجيه الامارات اكد الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركه للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الامن والاستقرار بالمنطقه. اعلنت اداره الحوار الوطني التشكيل الكامل لمجلس امناء الحوار من 19 عضوا وذلك بالتشاور مع القوى السياسيه والنقابيه والاطراف المشاركه في هذا الحوار. وجاء التشكيل ليعبر عن المشاركه الفعاله المتنوعه لمختلف الرؤى الوطنيه والخبرات الفنيه والمهنيه، بما يضمن التوصل الى مخرجات ايجابيه للحوار وبما يخدم صالح المواطن المصري، كما اشارت اداره الحوار الى انه ستتم دعوه مجلس الامناء لاجتماعه الاول خلال ايام قليله. رحب حزب المستقلين الجدد بتشكيل مجلس امناء الحوار الوطني وقال الحزب في بيان ان تشكيل مجلس امناء الحوار الوطني خطوه جديده ومهمه تعبر عن جديه الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تنتمي الشخصيات المنضمه للتشكيل من مختلف الطوائف والتيارات السياسيه وطوائف المجتمع رحب حزب الوفد بتشكيل مجلس امناء الحوار الوطني كما ثمن الحزب اختيار مجموعه من القوى الوطنيه في مجلس امناء الحوار الوطني والذي يعلق عليه الحزب امالا كبيره في تقارب وجهات النظر ووضع رؤى سياسيه واقتصاديه واجتماعيه مشتركه تسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر تحت قياده سياسيه واعيه متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حماسة كبيرة للمشروع الذي اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح إعادة إشراك بريطانيا بأوروبا بعد بريكسيت وأعلنت الرئاسة الفرنسية عقب لقاء جمع جونسون ورئيس إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا أن الرئيس الفرنسي شعر بأن جونسون أبدى حماسة كبيرة عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي ستتيح إعادة إشراك ب بريطانيا ودول البلقان بأوروبا وأشار الإليزي إلى أن بورس جونسون يرغب في أن يكون هناك مساحة حيث يمكن فتح نقاش خارج الاتحاد الأوروبي اقتحمت القوات الروسيه مدينه ليستشانسك شرق اوكرانيا من خمس اتجاهات في وقت واحد واوضحت القوات الروسيه انه تم تضييق الخناق على القوات الاوكرانيه في المدينه مشيره الى ان هناك معارك ضاريه داخل المدينه في الوقت نفسه اعلنت وزاره الدفاع الروسيه انها قصفت مصنعا لانتاج الصواريخ في كييف نافيه معلومات افادت انها استهدفت منطقه سكنيه في العاصمه الاوكرانيه اعلنت وزارة الطاقة الاكوادورية ان انتاج النفط في الاكوادور بلغ مستوى حرج وسيتوقف في غضون 48 ساعة استمرت الاحتجاجات وقالت وزارة الطاقة الاكوادورية ان التخريب والاستيلاء على الابار واغلاق الطرق ادى الى منع نقل الامدادات والديزل اللازم لمواصله العمليات ووفقا للوزاره فقد بات انتاج النفط عند مستوى حرج بعد قرابه اسبوعين من الاحتجاجات مع نصب حواجز واغلاق طرق في 19 من اصل 24 مقاطعه في البلاد. نهايه منجزة الثامنه نعود لاستكمال باقي فقره الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل.